فإن كل مشروع قومي ضخم يبذل فيه شباب مصر جهدهم ويسيل فيه عرقهم وأمن لمصر من الحاجة والفقر، وكل استصلاح لأراضي مصر الصحراوية وتحويلها لجنات خضراء تطرح خيراً ونماءً وتأمين لشعب مصر من مخاطر المستقبل. كل مستشفى يبنى ومدرسة وجامعية تقام ومصنع وطريق يشيد وحماية وأمن للمواطن. بسجل احترامي وتقديري للمواطن الغلبان والبسيط قبل أي حد تاني. الأزمة اللي احنا فيها ديت ليها حلول؟ أكيد، بس صدقوني حلولها كلها بتعتمد علينا احنا.